انت تعرف شنو يعني طبيب يقعد بعيادة استشارية داخل المستشفى ويشوف باليوم الواحد 250 مريض، 250 مقابلة، 250 شخص تحكي وياهم، ايش قد راح يكون يعني شنو قدرتك الجسدية اللي تتحمل 100 تحكي ويا 250 شخص خلال 4 ساعات أو 5 ساعات؟ فعلا سوبر خدمة، سوبر. تعرف شنو يعني انه بيوم واحد تستقبل الطوارئ 1000 مريض؟ ضغط كبير يكون سوبر. هذا شخص، هذا شخص اذا ياخذوه بغير مكان بالعالم سوي تمثال. ف غير هذا الضغط، الرينج من الممكن المحدد يعني كانه متساوى مع غيره من الدول، ايش قد تقريبا رينج شنو عدد المرات؟ عدد المقابلات ممكن، مو هيش تحدد، هي تحدد بعدد ساعات الدوام، نوع المريض. يعني الطبيب النفسي المفروض باليوم الواحد ما يشوف اكثر من 5، لانه كل واحد راح يقعد وياه نص ساعه الى 45 دقيقه. الطبيبه النسائيه ممكن توصل 20 على اعتبار انه مقابلتها مع المريض مدتها اقل، تعتمد من جهه الى جهه. انا اللي اريد اوصل لك اياه انه بالاخير الطبيب العراقي اذا يقوم بمهمه صعبه جدا في ظروف صعبه جدا، صعبه جدا، واني يعني ماكو ناس مو زينين، لا اكو ناس مو زينين، بس عدد الزينين كبير وبهواي مكانات. دا يظلم الكل بهالتوجيه هذا. صدقني اكو مستشفيات في بغداد وباقي المحافظات الان دا تقدم عمليات نوعيه وفريده ورائعه وينحكي بيها بالمؤتمرات، بس بالمقابل هذا الدفع الاعلامي والسوشيال ميديا باتجاه انه الطب العراق سيء، حتى المريض يخاف يسوي الأشياء الحساسة بالعراق ويروح يسويها بالخارج. هذا شيء وارد يصير بكثرة.